المنقوش معي أنا لطيفة. مرحبا. كتار منا ما كنا منعرف عن وجود كنيس يهودي ببلدة جوبر التابعة لغوطة دمشق لقبل فترة وقت تضرر الكنيس نتيجة القصف على مدن الغوطة الشرقية، بس لهلأ كتار منا ما بيعرفوا شو قصة هالكنيس ومن إمتى موجود، وهل كان في يهود عم بيمارسوا فيه عباداتهم ولا لا. بحسب كتير من المؤرخين تعتبر بلدة جوبر هي المكان الثاني لليهود بدمشق وضواحيها بعد حي اليهود المعروف بمنطقة دمشق يلي كانوا يسكنوا اليهود الدمشقيين، وكان لهم بالمنطقة معابدهم بحسب الطوائف. وببلدة جوبر موجود الكنيس اليهودي الأكثر شهرة واللي بيتفقوا كتير من المؤرخين على أنه هو أقدم كنيس يهودي بالعالم، وموجود في أقدم نسخة التوراة كمان بالعالم، وأقدم نسخة مكتوبة من التلمود الكتاب المقدس عند اليهود، وكمان مقام النبي إلياهو أو إليا أو إلياس. وبحسب مرويات يهود دمشق إنه النبي إبراهيم كان غايب عن مكان إقامته المعروف اليوم باسم الخليل، وبغيابه إجوا خصومه وسرقوا رزقه وخطفوا ابن أخوه لوط. وقت رجع وعرف شو صار لحق خصومه مع مجموعة مقاتلين ولاقاهن بجوبر، وهنيك صارت معركة حامية بين الطرفين انتصر فيها إبراهيم وجنوده وحرر لوط من الأسر. ولحتى يخلد هالانتصار بنى مزار بنفس المكان وصلى فيه ليشكر ربه على هالانتصار. هذا الحدث صار بالألف الخامسة قبل الميلاد، بس ظل المكان مزار لليهود من مختلف أنحاء العالم. وبسنة 720 قبل الميلاد بنى النبي إلياشع مزار بشكله المعروف على قبر النبي إلياهو الموجود بنفس المكان، لأنه النبي إلياهو أو إيليا أو إلياس هرب لهالمكان وتخبى بمغارة موجودة فيه ليهرب من ملكة السامرة الوثنية إيزابيلا يلي أمرت بقطع راسه مثل ومذكور بالتوراة. وبإحدى الروايات أنه بلدة جوبر أخذت اسمها من هي القصة، لأنه المغارة يلي تخبى فيها النبي إلياهو كان فيها بير مي صغير، والبير اسمه باللغة العربية وبعض اللغات القديمة جب، وكون هالمنطقة كانت غابة أو برية فتسمى المكان جوب بر، ومع الوقت صارت تنلفز جوب بر، وهذا الجب أو البير موجود ضمن الكنيسة اليهودي. وبحسب تاريخ ابن عساكر فإن المكان عند المسيحيين هو كمان مزار للقديس جاورجيوس يلي هو عند المسلمين وكتير من الطوائف النبي الخضر، ومشان هيك هذا المكان صار مقدس عند كتير من الطوائف كونه أقدم كنيس يهودي بالعالم وفيه قبر النبي إلياس ومزار للقديس جورجيوس عند المسيحيين والنبي الخضر عند المسلمين. هاي معلوماتنا، بس إذا عندكن معلومات تانية لا تنسوا تشاركونا ياها.